عشرات الغارات الجوية ونفذها الطيران الحربي في هذه اللحظات تسفر عن سقوط عشرات الجرحى وعشرات الشهداء في صفوف المدنيين خلفي تماما إحدى الغارات نفذها الطيران الحربي قبل قليل على إحدى مدن الغوطة الشرقية، وما زال إلى حد اللحظة الطيران الحربي يحلق في سماء الغوطة بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع. القصف يستهدف مدن عربين وحرستا وحموريا، يسفر عن سقوط عشرات الجرحى. ما زال إلى حد اللحظة الطيران في الأجواء يحلق ويستهدف بشكل مباشر الأحياء المأهولة بالسكان، وأغلب الضحايا هم من الأطفال والنساء. ضياء الشامي من داخل الغوطة الشرقية، وكالة ستيب الإخبارية، ريف دمشق. Gracias.